القلب والسكر، حاطط يده على خده ليه؟ متضايقة وهطج من جنابي. سلامة جنابك. احنا لازم نخلعه من البيت ده. انا ما طايقاش اقعد هنه دقيقة واحدة، وكمان انا عاوز اكمل علامي. وماله؟ ده انا ياما اتحايلت عليكي. خلاص يبقى نروح نعيشه في مصر. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ انت لو فتحت مكتب في مصر اسمك هينور يبقى على كل لسان. انت هنهدى في نفسك، وكمان انت مالكش في الشغل اللي الحاج شغال فيه. ما تخلطيش الامور على بعض يا ناديه. والله العظيم زي ما بقول لك كده، تعرف انا حاسه اننا لو طلعنا من البيت ده هنخلف دسته عيال. هو البيت هو السبب؟ ايوه بصراحه انا على طول مخنوقه ونفسي مش جايباني، وحاسه اني مش واخده حريتي، وامك واختك لو طالوا يرموني في الترعه هيعملوها. ايه الكلام اللي يزعل؟ زي ما بقول لك كده. طب ايه رايك نغير السيره؟ لا انت لازم تشوف لي حل. حل؟ عارفه ايه الحل؟ قول. اسمعوا الكلام اللي بيتقال ونضحك بس. هو انت خسران حاجه؟ هو انت اللي بتتهزق ولا يتحرق دمك؟ يا حبيبه عمري، اي حد يقول لك كلمه تكون زي السهم في قلبي. سلامه قلبك. كني يا اخويا بالكلمتين دول. طب اسمعي، احنا هنقول ان هنزور دار عمي ونتدلى مصر ونروح عند الدكتور، وبعد كده هفسحك. طب والجامعه؟ والجامعه اعمل اللي انت عايزه. ايه رايك؟ كلامك حلو، بس برضو امك ما هتشنش من راسها. خلاص اسمعي، توحشتك قوي، تعالي في باطل، تعالي. ونجوى بنتك كويسه؟ طمنت عليها؟ ايوه يا سيدي، خلفت التوأم، بقيت جد خلاص. اما انت راجل ناقص صحيح. اهي دي بقى كان لازم يبقى فيها فته ولحمه للبلد كلها. ليه فته ولحمه للبلد كلها؟ وبعدين احنا ما عندناش حكايه الفته واللحمه دي عندكم انتوا. يا باي عليك. على العموم اذا كان عليك انت مقدور عليه. عملت ايه؟ ايه اللي عملت ايه؟ مكان انما ايه؟ عسل، بس عايز له على الاقل 3 4 ايام، بس ما نكونش لوحدينا. حلو، ظبط الموضوع. بص احنا نسافر، وهناك الدنيا هتفتح معانا. ايه؟ بعد فورمة الساحل اللي انت عاملها دي النسوان علينا هتبقى زي الرز يا حسن. ابوك حسن. ماله؟ جاي علينا حسن. هبلد عليك يا عبد الحكيم يا اخوي. بقول لك ماليش نفس، زهقان. زهقان من ايه يا مان؟ من البيت. طب ما تسافر. اسافر ايه بس يا سعيد؟ بقول لك زهقان. طيب ماشي، ما انا بقول لك سافر يا عبد الحكيم. اوه السلام عليك يا رجاله. زهقان زهقان. ايوه قول عاد انك انت عاوز تغير الفرش. يا ريت كان ينفع، يا ريت. لو كنت عايز اغير كنت غيرت من زمان، مش من دلوقتي. لا هو ده وقتها وزياده. زمان ما كنتش فاضي، كان وراك الشغل وترتيب الحسابات وتربيه العيال، انما انت دلوقتي عزوه، وعلى الاقل تعيش سلطان زمانك. عارف انا لو منك أنقي بنت حلوة نغشة كده تدلعني اللي فاضل من عمري. ومستني إيه؟ ما تعملها. يا ريت يا ريت يا عبد الحكيم يا أخوي، بس طول ما الولية الفجرية دي في البيت أنا محبوس في زنزانة انفرادي. وأنت كمان عندك فجرية في البيت. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. أهلا أهلا أهلا، يا رب تكونوا اتبسطتوا. أبدا والله، دي كانت سفرية ما يعلم بيها إلا ربنا. سفرية ما يعلم بيها إلا ربنا إيه؟ دي كانت سفرية زي الفل ما تصدقهاش خالص. اسكت أنت، ما تنطقش خالص. ما تخافيش، مش هحسدك يا حلوة يا جميلة. مش قلت لك حضري الفطور؟
جاي تعمل ايه؟ ما انا بحضر وما انا بعمل ايه؟ طب يلا روح. مش لما اشوف شمس جايبالي ايه؟ ما جايباش حاجة، ده احنا يا دوب ركبنا الاوتوبيس من هنا واتسرقنا من هنا. اتسرقتوا تقوموا تقعدوا 10 ايام؟ امال لما كنتوش اتسرقتوا كنتوا قعدتوا قد ايه؟ تعالي يا حبيبتي امي تعالي احكي لي اتبسطتوا؟ شايفه يا امي البت وعمايلها، انا لو جرالي حاجه هتبقى هي السبب. حرام عليك، انت مش بتقولي ان دي حبيبتك وصاحبتك؟ انت بتقول ايه؟ عمرها ما كانت صاحبتها. انا مش جايله لك ومفهماك ما تنطقش ولا تقول حاجه خالص. احنا ناقصين عين، ودي عينها ايه؟ مش اي عين، بومه يا ساتر يا رب. ومن شر حاسد اذا حاسد. يلا حبيبتي خدي جوزك واطلعوا على فوق وانا هحرك شويه ملح. حاضر يا امي. قدامي حبيبتي يا امي. ماشي يا نادية، إن ما ولعت فيكي. شكل الجيبك انت خلصت اللي خدته؟ بقول لك ايه، مش عايز كلام كتير. ليه؟ هسافر. ابوك عارف؟ ابوك مش هيقول حاجة، ده ما هيصدق يريح دماغه مني. قول له الاول، ده انت ساحب فلوس كتير. يعني هي الفلوس هتخلص؟ يا عم هات خلينا نعيش. هتروح فين وهتصرفهم في ايه؟ خليك انت قاعد كده شاغل بالك بالتجارة والبيت وامك ومرتك وحابس نفسك في مشاكلهم. انا لو منك اكون سلطان زماني، امير والتجواري تحت رجلي. اه والله. اه والله انت اخرتك هتكون زفت ان شاء الله. وفك اللي في الاخره من دلوك. اقول لك سيبك من اللي انت فيه ده واطلع معايا الطلعه دي، وانا والله هخليك ترجع ايه مروج اخر روجان. على فين؟ تعالى بس وهظبطك. لا يا سيدي، انا لو هسافر مش هسافر مع واحد زيك فاجد. خد روق وسيبني انا في الهم. سلام. مش هتقول لابوك؟ لا هقول له ايه؟ ابوك بعد النفسين بتوع امبارح مش هيقوم الا على الظهر. اكون انا وصلت؟ ابقى انت بلغه. سلام. سلام. اي مش تحاسب يا حسن؟ انت عطول مستعجل كده؟ لا مستعجل ايه، انا كنت داخل اصلا مش طالع. واد ماشي. انا جاي عشان اشتكي لك. خير يا ست فريده؟ في ايه؟ لا مش خير. واه مش هتقولي تشربي حاجه تاكلي حاجه؟ ايه البخل ده؟ ايش حال انك اغنى واحد في الناحيه كلها؟ تشربي ايه يا ست فريده؟ لا من غير نفس ملهاش لازمه. قصره. انا جاي اقول لك عيب اللي ابوك بيعمله ده. انا مش عايزه ابيع الارض، وبلاش كل يوم والتاني يشد لي واحد يكلمني وياخد ويدي معاي، وبلاش التهديد والوعيد ده. انا ست وحدانيه ايوه، بس بميت راجل وارضي عندي بالدنيا كلها. مش انتوا بس اللي اكابر، انا كمان هانم. وما يغركش جلبية والطرحة السودة دي، مصيرك تشوف وتعرف. سلام. رجعنا تاني للموال ده. موال ايه على الصبح يا جبرية؟ نروح مصر كل شوية ونقعدوا فيها بالأيام. مش هتأخر، الصبح إن شاء الله أكون عندك. بشوقك يا عبد الحكيم، أنا بس بقول لك قلبي مش مرتاح، وخراب البيت على دين إسحاق ده. في وأنا أول مرة أنزل مصر، كل ده عشان الشغل. شغل؟ لو شغل كنت عرفت، كان مروان قال لي. إيه ده؟ أنت مشغلة مروان عشان ينقل لك الأخبار؟ وماله؟ ولدي، حبيبي، خايف عليا وعلى مالك وعلى البيت ده اللي عملناه بتعبنا وعرجنا. طيب خلي بقى هو اللي يقول لك. استنى عندك خبر ايه؟ واخد في وشك وماشي، ما تقول لي هتعمل ايه في مصر. انا بفكر اشتري فيلا في مصر. النبي صح، كنت عاملها لك مفاجأة. هنعيش في مصر؟
طب شوف اما اقول لا انا ما عايزاش فيلا، انا عايزه قصر سرايه الملك، عشان اللي ما تتسماش لما تشوفها تتجهر وتجيلها سكته وان شاء الله تموت. مين اللي ما تتسماش؟ مرت اخوك يا حلو. انت يا حيل، يعني انت عايزاني اشتري فيلا في مصر عشان تكيدي مرت اخويا؟ تهبلي يا بيت. لا يا حبيبي، خلي انت عليك الشراء وخلي الكيد علي انا. يلا يا حبيبي بألف سلامة، والقلب دعيلك، وإن شاء الله ترجع مصبور الخاطر ومعاك العقد. دعيلي. ربنا معاك. دعيلي يا شبريه. ربنا يقويك على اللي انت فيه.